عندما نتحدث عن أجمل الذكريات الرياضية في تاريخ الأخضر فلا بد من تذكر عام 94، عام عاشت فيه المملكة على وقع الإنجازات خليجيا وعالميا. بدايته جاءت مع المشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخه، حيث تمكن من التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزين على المغرب وبلجيكا. فمن منا ينسى الهدف الأسطوري لسعيد عويران في تلك النسخة؟ أشهر قليلة فقط كانت الفاصلة بين هذا التألق العالمي للأخضر وبين حمل أول الألقاب الخليجية، وقصته جاءت من أرض الإمارات في خليج 12، عندما تصدر ترتيب البطولة التي كانت تقام آنذاك بنظام الدوري بجمعه 13 نقطة. بداية الأخضر نحو منصة التتويج استهلت مشوارها بالفوز على عمان بهدفين سجلهما فؤاد أنور مقابل هدف عماني دونه الطيب عبد النور. فؤاد أنور روعة. الخطوة الأولى للأخضر مرت بنجاح، والثانية كانت الأصعب أمام المستضيف الإماراتي، وفيها حسم التعادل النتيجة بهدف لهدف. سامي الجابر افتتح النتيجة واسماعيل راشد عدل الكفة. عاد بعدها زملاء محمد الدعيع لسكة الانتصارات من بوابة البحرين، وفيها كان فهد المهلل وسعيد العويران وخالد مسعد على الموعد لتسجيل 3 أهداف مقابل هدف مبارك خميس، كانت كافية لحصد العلامة الكاملة، لكنها لم تكن كافية لفك الشراكة مع أصحاب الأرض. خالد مسعد يسجل ثالث هدف في المنتخب السعودي. رابع مواجهة الأخضر جاءت أمام المنتخب القطري، وفيها قلب المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين. فبعد أن افتتح محمود الصوفي النتيجة لقطر عدل المدافع أحمد جميل الكفة قبل أن يخطف فؤاد أنور الفوز، فوز وضع الأخضر في الصدارة منفردا بعد تعادل الإمارات والبحرين، لتأتي بعدها الخطوة الأخيرة ولحظة الحسم أمام الأزرق الكويتي، لحظة الخطأ فيها ممنوع لكنها ابتسمت للمدرب محمد الخراشي ولاعبيه بعد الفوز بهدفين نظيفين سجلهما فهد المهلل وفؤاد أنور، من حمل الكأس الغالية في لحظة تاريخية جاءت في 16 من نوفمبر 94 وكتبت اسم الأخضر كبطل جديد في بطولات خليجي. نور الجاموس، صدى الملاعب.